بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية لانفورماتيك. تبدأ الفقرة إن شاء الله سنتحدث في الإعلاميات وبالخصوص سنتحدث عن لا ميموار فيف، يعني الذاكرة كما نقول الخفيفة. لا ميموار فيف غام، لا ميموار دو تيب غام. إذن الذاكرة من نوع غام، طبعا كلمة غام بو راندوم اكسس ميموري، طبعا كلمة غام هي اختصار للعبارة الإنجليزية راندوم اكسس ميموري. إذن كما نتكلم عن ذاكرة الوصول العشوائي، تيوتيليزي يعني أنها تستعمل بار لو بروسيسور، يعني أنها تستعمل من طرف المعالج كي بلاس الذي يضع فيها دي دوني لو طون دو لور تريتمون. نتحدث عن الذاكرة الخفيفة التي يضع فيها المعالج معطيات في وقت أثناء وقت معالجتها لو طون دو لور تريتمون. إذن هو يضع فيها هذه المعلومات، هذه المعطيات أثناء معالجتها. فعندما ندخل للحاسوب معلومات ومعطيات سواء كانت كتابات صور فيديوهات، إذن فهو يضع هذه المعطيات في هذه الذاكرة إلى أن ينتهي من معالجتها. إذن لا ميموار دو تيب غام، لا ميموار دو تيب غام بو راندوم اكسس ميموري، هي تيوتيليز يعني أنها تستعمل par le processeur من طرف المعالج كي اي بلاس الذي يضع فيها لي دوني لو طون دو لور تريتمون، الذي يضع فيها المعطيات في وقت معالجتها اثناء وقت معالجتها. اذا هاد لا ميموار دو تيب غام نشبهها بسله صغيره يضع فيها هاد المعالج كل المعطيات التي سيعالجها. هو لا يأخذ كل المعطيات الموجودة مثلا بالقرص الصلب، طبعا هو لا يضع فيها كل المعطيات الموجودة على القرص الصلب، بل يأخذ فقط المعطيات التي سيحتاجها أثناء عملية ما. وبمجرد الانتهاء من معالجة ما هو مطلوب منه، إذن يفرغ هذه السلة الصغيرة التي تسمى لا ميموار دو تيب غام ليضع فيها معطيات جديدة سيطلب منه معالجتها. لا ديزافونتاج، واحدة من المميزات دو لا ميموار، واحدة من مميزات هذه الذاكرة إيكيبون لي زورديناتور، المجهزة للحواسب. إذا طبعا الحواسب كلها مجهزة بهاد لا ميموار فيف. إذا نتكلم عن هاد لا ميموار فيف نقول عنها إيكيبون لي زورديناتور، كما نقول مالئة الحواسيب، يعني بحال ما نقول هي معمرة الحواسيب. إي جوستومون، إذا واحدة من المميزات إي جوستومون هي بالضبط سارابيديتي داكسي، إذا هي سرعتها للوصول. المقصود هي سرعتها في الوصول للمعلومة. علاش؟ لأن يبحر واحد السلة صغيرة نضع فيها ما سنحتاجه، يضع فيها هد المعالج ما سيحتاجه فقط، وبالتالي أثناء المعالجة سيجد هذه المعطيات قريبة منه، وبالتالي فالسرعة للوصول للمعطيات المحتاجة في المعالجة ستكون سريعة. إذن لان ديزافونتاج، لان ديزافونتاج دو لا ميموار إيكيبون لي زورديناتور et justement sa rapidité d'accès. Une autre particularité, واحدة أخرى من المميزات، أو كما عندنا هنا خصوصية أخرى. Une autre particularité, une autre particularité de la mémoire RAM. إذن واحدة من خصوصيات الذاكرة RAM d'être temporaire، هي كونها temporaire. تنشوفوا كلمة temporaire عندها علاقة بلو طون، لو طون يعني الوقت. إذا temporaire يعني أنها مؤقتة، وهذا الذي قلناه الآن، يعني أنها فقط مؤقتة. هذه المعلومات التي ستوضع فيها هي فقط مؤقتة حتى تتم المعالجة. بمجرد معالجة نص فيديو صورة إلى آخره، وبعد إغلاق الحاسوب خصوصا، وبعد إغلاق البرنامج
أو بعد إغلاق الحاسوب خصوصا، تفقد كل المعطيات التي كانت موضوعة في هاد لا ميموار فيف. إذن فهي فقط مؤقتة. إين فوا لوبيراسيون تيرميني، إذن بمجرد هنا عندنا إين فوا يعني كما نقول مرة واحدة، ولكن المقصود بمجرد لوبيراسيون تيرميني، بمجرد العملية تتم أو تكتمل، عندنا لو فيرب تيرميني يعني أنك تتم شيئا وتكمله. إذن بمجرد العملية تكمل، إذن بمجرد تتمة العملية، إين فوا لوبيراسيون تيرميني، les données ne sont pas conservées. Les données ne sont pas conservées. المعطيات لن يكونوا محفوظين. المعطيات لن يكونوا محفوظين. Les données ne sont pas conservées. تنتكلموا بعد مرات على les conserves يعني الأغذية المحفوظة. إذا عندنا le verbe conserver يعني أنك تحفظ شيء في مكان معين. إذا les données ne sont pas conservées. إذن بمجرد أن تكتمل العملية، إذن هذه المعطيات لن تبقى محفوظة في هذه الذاكرة الخفيفة. وسيكونون وهم بكل الأوجه ديفينيتيفمون بيردي يعني بشكل نهائي مفقودين. المقصود بأنهم سيفقدون بشكل كلي بكل الأوجه. وغيكونوا على كل حال أو بكل أوجه ديفينيتيفمون يعني بشكل نهائي بيردو. تنتكلموا على لو فيرب بيردر. بيردر يعني أنك تخسر شيئا، تفقد شيء. إذن هاد المعطيات كما نقول بأنها ستفقد. إيسون بيردو وهم يفقدون. إيسون دو توت فاسون ديفينيتيفمون بيردو. إيسون دو توت فاسون ديفينيتيفمون بيردو وهم بكل الأوجه أو على كل حال ديفينيتيفمون يعني بشكل نهائي بيردو يعني مفقودين. إين فوا لورديناتور إتا بمجرد الحاسوب يغلق. المقصود بمجرد إغلاق الحاسوب عندنا لو فيرب إتاندر. عندنا لو فيرب إتاندر يعني أنك تطفئ إنارة أو تغلق حاسوب كما عندنا هنا. Plusieurs types de mémoire RAM existent. عدة أنواع من الذاكرة RAM exist يعني أنها توجد. عندنا لو فيرب existe عندنا فعل تواجد. إذن المقصود هنا توجد عدة أنواع من لا ميموار RAM، من هاد لا ميموار RAM. اون باغيت إذن تكون على شكل عصيات، أو كما نراها في الصورة أن تكون على شكل لوحات صغيرة طويلة، إذا كالعصيات. طبعا عندنا باغات هذه التصغير ديال كلمة باغ، إذا نقول لا باغ يعني كما نقول العصية أو القضيب، ثم عندنا باغات كما نقول عصية. طبعا كسائر الكلمات التي يتم تصغيرها نقول مثلا كاميون كاميونات، إذا شاحنة شويحنة، أو نقول مثلا في فيات بنت بنية بنت بنية في فيات. إذا عندنا لا باغ وعندنا باغات. إذا باغات كما نقول عصية. إذا هنا نتكلم عن أنواع الذاكرة غام كي إكزيست أون باغات التي توجد على شكل عصيات. ألون دو 256 ميجا أوكتي أ 2 أو 4 جيجا أوكتي. ألون هذا لو فيرب ألي يعني ذهب. ألون دو 256 ميجا أوكتي أ 2 أو 4 جيجا أوكتي. إذن هي تذهب من هاد الساعة إلى هاد الساعة الأخرى. هنا لا نتكلم عن شكل هاد لا ميموار غام، طبعا كلها بنفس الشكل وكلها بنفس المقاس. طبعا كلها بنفس الشكل وبنفس المقاس، كلها تركب على اللوحة الأم، ولكن من حيث الساعة، من حيث قدرتها على تحميل أكبر قدر من المعلومات، طبعا 4 جيجا أوكتي تحمل أكثر، طبعا تتسع لمعلومات أكبر من لا ميموار غام المخصصة فقط لـ 2 جيجا أوكتي. وطبعا 2 جيجا أوكتي هي تتسع لمعلومات أكبر
من التي هي مخصصة فقط ل 256 ميجا أوكتي. طبعا لا ميموار رام ذات حجم 256 ميجا أوكتي في الشكل ديالها بحال 2 جيجا أوكتي أو 4 جيجا أوكتي، ولكن هاد لاباغيت اللي مخصصة فقط ل 256 ميجا أوكتي هي مخصصة لمعلومات أقل، يعني أن لا تتسع للكثير من المعلومات كما هو حال 2 جيجا أوكتي و 4 جيجا أوكتي. باغ يونيتي يعني لكل وحدة، إذا نتكلم عن كل وحدة لوحدها، إذا كما نتكلم هنا عن كل عصية. لي بلي كورون أكتويلمون، طبعا الأكثر انتشارا والأكثر استعمالا أكتويلمون يعني حاليا، طبعا في المستقبل ممكن تظهر أشكال أخرى من هاد لا ميموار رام، ربما من حيث الشكل لأجهزة أخرى جديدة، وربما أيضا تكون تتسع لأكثر من 4 جيجا أوكتي. الموجودة حاليا هناك 256 ميجا أوكتي، أيضا 2 جيجا أوكتي، وأيضا 4 جيجا أوكتي. إلسون أشوازير يعني هم للاختيار، المقصود يمكن اختيار، هذا هو المقصود. إلسون أشوازير هم للاختيار أون فونكسيون دي بروسيسور، إذن هم للاختيار حسب لو بروسيسور، حسب المعالج. ممكن يكون عندنا معالج ضعيف وما يستخدمش كل هاد لاباغيت اللي بحجم 4 جيجا أوكتي. ممكن إذا كان عندنا واحد المعالج ذو قوة صغيرة، إذا وضعنا معه باغيت بحجم 4 جيجا أوكتي، إذا طبعا لن يستعملها كلها. طبعا هاد المعالج الصغير لم يحتاج إلا سلة في حجمه، لن يستعمل سلة أكبر منه، إذن هو سيحتاج فقط مثلا ل 256 ميجا أوكتي و 2 جيجا أوكتي، ولن يحتاج مثلا لباغيت ذات حجم أكبر. ولكن ممكن أننا نجد أنوتر بروسيسور، ممكن أننا نجد معالجا آخر يستعمل هاد لاباغيت ذات حجم 4 جيجا أوكتي. إذن يمكننا اختيار هاد الأنواع من لا ميموار رام حسب طبعا كما قلنا لو بروسيسور اون فونكسيون دي بروسيسور اي دو لوتيليزاسيون اي دو لوتيليزاسيون كو لون في دو بيسي، وحسب استعمالنا للحاسوب. وايضا يكون اختيارنا لهاد لي ميموار رام حسب استعمالنا للحاسوب. اذا كنت انا ساستعمل الحاسوب فقط في معالجة الكتابة لن احتاج ميموار رام ذات قوة كبيرة، ولكن إذا كنت سأحتاج هذا الحاسوب وسأستعمله مثلا في معالجة فيديوهات أو برامج قوية، فأكيد سأحتاج لباغات ميموار ذات حجم أكبر. إذن سيكون اختيارنا لهذه لباغات ميموار حسب استعمالنا للحاسوب أيضا، إذن حسب المعالج ثم حسب استعمالنا للحاسوب. هذا دون باغ، هذا الذي قلنا الآن دون باغ يعني من جهة، ومن جهة أخرى دي بوسيبيليتي حسب الإمكانيات، تنقول على شي حاجة بأن بوسيبل يعني أنها ممكنة، إذا لي بوسيبيليتي يعني الإمكانيات، وسنختار هاد لي باغيت ميموار حسب الإمكانيات. إمكانيات ماذا؟ دو لا كارت مير، إذا حسب أيضا إمكانيات اللوحة الأم. إذا أيضا من جهة أخرى سيكون اختيارنا لهاد لميموار رام حسب إمكانية اللوحة الأم، تماما كما هو حال لو بروسيسور. اي دي بوسيبيليتي دو لا كارت مير، مثلا كاباسيتي توتال، القدرة العامة، نومبر دومبلاسمون ديسبونيبل سولون لا كاباسيتي توتال دو لا كارت مير، اوسي سولون لو نومبر دومبلاسمون ديسبونيبل، وأيضا حسب الأماكن على اللوحة الأم. إذا نتكلم على المداخل الموجودة على اللوحة الأم التي ستثبت عليها لي ميموار رام. إذا اختيارنا لهاد لي ميموار رام سيكون أيضا حسب لا كاباسيتي توتال، حسب القدرة العامة للوحة الأم، أوسي سولون لو نومبر دومبلاسمون ديسبونيبل، أيضا حسب عدد الأماكن التي ستثبت عليها هاد لي ميموار رام. وهذا الذي قلنا الآن دوتر باغ، هذا من جهة أخرى. إذا فمن جهة حسب المعالج
وحسب استعمالنا للحاسوب، ومن جهة أخرى حسب القدرة العامة للوحة الأم، ثم حسب الأماكن المتواجدة على هذه اللوحة. إذن هذا باختصار دور لميموران ثم معايير اختيارها. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.